السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم واهلا وسهلا بكم. واليوم عندنا فيديو جديد وهو تقوية الاصابع من خلال ما نبدي بالمقامات، يعني تقوية اصابع زائد الريش. وهو هذا اخواني صدقوني هو هذا اللي ندور عليه بالعود. يعني انت الأغنية تجي سهلة، لكن حركة الاصابع ولياقة الاصابع يمكن انا اذا اترك اسبوع اسبوعين هسه ايديها احسها قوية. فخلي ببالك بالتمرين الأغنية تجي، بالتمرين اي شيء عندك يجي. لكن الفرق عن التقسيم انه التقسيم قسم، لكن قضية الاداء يحتاج لها فترة. يلا معكم زياد هادي أستاذ آلة العود والنظريات من العراق، شرف إلي الكبير. عندنا دورات أونلاين 8 محاضرات في الشهر، 8 محاضرات بالشهر. هاي 8 محاضرات هي أونلاين، طبعا بالعود، تعلم العود وأيضا الصوت والغناء. وأيضا اللي يحب أنه يتصل بي عن طريق واتساب يحب يشترك موجود أسفل الفيديو، أسفل الفيديو موجود طبعا رقم الواتساب. اما في بغداد فنروح لهم الى اي نقطه يكونون بحيث يكونون قريبين علينا. عندنا دائما اني اكثريه اللي يجوني ما يقروا ناطق، لذا كان راح اضطر اعسف عليك في حتى تقدر تسجله، انت نزل شوف الفيديو وتسجل عندك في الدفتر. فيصير عندك يبدي من القرار عجم الدو، طبعا دوري 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 دو عشان حركة باوة، شلون حركة ريشة دوري 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 دومي 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 مي فا مي فا مي فا مي فا مي فا مي صل مي صل مي صل مي صل مي صل. اوكي فالا 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 صل سي صل سي صل سي صل سي صل سي لا دا لا دا لا دا لا دا لا دا سي ر سي ر سي ر سي ر سي ر دا سي دا صل لا سي دا دا صل دا صل مي صل دو. واضح؟ آسف الإطالة، لكن هذا التمرين تقعد تنوطيت أو تكتب حرفيا. أنا النوطة موجودة، لكن أنا لاحظت أكثرية الناس اللي تدخل على يوتيوب ما يقرون النوطة، ويبقى العلم النوطة هي مفيدة، لكن مضطرين إن هم يقول لك أنا ما عندي وقت، فخلي يكتبه حرفيا بالنسبة له. إذا هو هاوي يكتبه حرفيا، وأي سؤال يقدر يكتب يعلق أنا حاضر هنا طبعا. وهذا التمرين يقوي الريشة والأصابع وحركات وتنقلات الأصابع. وتتمرن طبعا هذا التمرين دائما تتمرن مع المترونوم، تتمرن بطيء، يعني من تبدي انت تبدي وهكذا. اوكي وتستمر قوية. اتمنى انه فتكم وتحياتي لكم، وتسوي اللايك والاشتراك، واللي يحب يشترك بالدورات الموسيقية اونلاين أنا حاضر، ومع السلامة. السلام عليكم،
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.